أذكر مرة رجل اتصل علي، أعتقد عمره ما وصل الأربعين، فيكلمني عن والدته والتعب اللي فيها، فقعدت يعني يقول إن نفسيتها تعبانة، ما هو مرض عضوي. فصرت أتكلم معه أقول له طيب كيف أخوانك وأخواتك، كيف نفسياتهم، إذا جو ولا في أحد منهم يشتكي لأمك إذا جاء، يذكر مواقف سيئة أو سلبية. قال لي أنا عندي أخت، سبحان الله. قلت كيف؟ قال لي أعطيك مثال، هي تو جاية من سويسرا، هي وزوجها وأطفالها، ولما نقول سويسرا يعني مناخ طيب وخضرة وكل شيء، وإن أمي تسألها إن شاء الله انبسطوا يا بنتي، قالت يما شو أقول، الطيارة طفى علينا المكيف وحنا في الطيارة، والسيارة اللي أخذناها بنشرت علينا، والفندق فيه كذا، يقول كل شيء تذكر أشياء سلبية في سفرتهم، ما تذكر أشياء إيجابية، وقول وهذا طبعها في الحياة بشكل عام، تروح الفرح تجي ما تذكر أشياء زينة لأمي، تروح المناسبة استراحة في بيتها، كل شيء تذكر الأشياء السلبية في البيت اللي حصلت. لا شك أنه هذه رسالة كبار السن اليوم، إذا ما قدروا الأبناء والبنات يحافظون على صحتهم، أرجوكم لا تذكرون أشياء سيئة لأبائكم وأمهاتكم، احتفظوا فيها لأنفسكم. تجي عند أبوك دور الشيء اللي وسع صدره، الكلمات الجميلة الرائعة تجي لأمك نفس الفكرة، دوروا أشياء تعجبهم تحبهم. كذلك الأخوة والأخوات، ارفقوا أيضا بأخوانكم كبار السن، يعني أنت كبيرة وهي كبيرة، لا تجين تقدي تشكين لها عن ابنك وعن بنتك وعن والحياة كلها تصير شكاوي وأشياء، لا، احمدوا الله عز وجل على صحتكم وعافيتكم. هذه أشياء احنا نقول عليها كلها تضعف المناعة، لازم ننتبه. والعلاقة اللي تمرضك سواء كانت علاقة كاملة أو شبه علاقة، المفترض أني أنسحب منها وابتعد، حتى وإن كان فيها قرابة، لا أقطع القرابة، أصل القرابة لكن أقلل في تلك القرابة. سؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، مفهوم السؤال أنه عندي شخص قريب لي جدا ويجب أني أصل هذا الشخص من الدرجة، يعني مثل ما نقول عم خال عم خالة، لكن إذا أنا زرته كم هائل من الألم والتعب اللي أنا أطلع فيه بسبب أسئلة، بسبب تدخلات، بسبب أشياء يوجهها لي، كيف أنا أزوره؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حاول تقلل قدر المستطاع وقت الزيارة، الوقت تقلله. والحاجة الثانية أنك تلتزم، يعني العرف البلد، كيف عرف البلد اليوم يقول لك بالأعياد، أنه بكل عيد وعيد بالمناسبات تصل هؤلاء الأرحام اللي فيهم مثل هذه الصفات، يجب أنك تتصلهم وأنك تخفف يعني قضية الزيارة معهم، وتقلل أيضا لما يفتحون لك مواضيع ولا يقولوا لك أشياء، أنك تقول لهم والله فعلا اللي ذكرتموه يعني ممكن يكون واقع وذا، لكن أجي أطمن وأسلم وأشوف أحوالكم، واسمحوا لي والله عندي ارتباط، وتحاول تسحب نفسك وتخرج من هذه الجلسة اللي ممكن تمرضك. ولعلنا بعد شوي نكمل، أنا ودي بعد إذنك بس ناخذ لو نقاط عملية في العلاج. مثال بنقول مثلاً،